بلا العقل والدماغ ما في شيء ممكن، فكتير مهم نهتم بعقلنا من خلال التأكد من الحصول على الأغذية المناسبة. لمعرفة المزيد تابعونا. مع التقدم بالعمر كل شيء بجسم الإنسان بيشيخ، حتى العقل، والدراسات الحديثة تشير إلى إمكانية الحفاظ على العقل من خلال إدخال بعض الأغذية الذكية كجزء من نظامنا الغذائي. المكسرات والبذور مهمة للمخ بغض النظر عن إذا كانت محمصة أو لا، وكمش منها كافية للحصول على الزنك الضروري لتنمية الذاكرة وتنشيط التفكير. سمك السلمون ضروري مرتين أو ثلاثة بالأسبوع، إلى جانب كل أنواع التوت، ما بيأثر إذا كانت طازجة أو مفرزة. الأفوكا تقريباً بأهمية التوت وبساعد حسن تدفق الدم بالجسم، وإذا الدورة الدموية سليمة العقل بيكون سليم. ولمحبي الخبز من المستحسن التوجه إلى الدقيق الكامل والرز الأسمر اللي صحي للقلب وبالتالي للدورة الدموية والمخ. الحبوب مثل الفاصوليا والعدس بيساعدوا على تثبيت مستوى السكر بالدم، وبيعتمد المخ على الجلوكوز كمصدر طاقة. بما أنه المخ ما بيخزن الجلوكوز، الحبوب بتزوده بشكل مستمر بهالنوع من الطاقة. عصير الرمان أو الرمان مثل ما هو في كتير مضادات للأكسدة، الأمر المهم للمخ لأنه أكتر شيء بيتأثر بالفري راديكالز. كذلك الأمر مع البندورة الغنية بالمضادات للأكسدة والبروكلي الغني بالفيتامين كي. أما الفيتامينز B6 وB12 والحديد أو الفوليك أسيد فهن بيساعدوا المخ على عدم التقلص. الأكل الصحي والسليم من أذكى الأمور للحفاظ على الذكاء. تابعونا بحلقات جديدة ومواضيع جديدة لتضلكن بأحسن حال.